عاملين معاكم بشرح مادة الـ OR، وموضوعنا بهذا الفيديو رح نحكي عن الـ Minimal Spanning Tree وكيف نحسبها. بالسؤال بيكون جايب لنا هذه الرسمة، أو بيكون جايب لنا، رح ناخد أكثر من مثال على الـ Minimal Spanning Tree، بس بشكل عام بيكون جايب رسمة فيها مجموعة من الـ Nodes، ولما أكون بحكي عن الـ Nodes فأنا بقصد هدول، ومجموعة من الـ Edges اللي هم هدول الخطوط اللي بتوصل بين الـ Nodes. تمام. هلا بشكل عام التري هي عبارة عن مجموعة من النودز، اوكي، بتوصل بيناتها مجموعة من الادجز، ولكن بشرط انه عدد الادجز يكون عدد النود ماينس 1. ليش هذا الحكي؟ معظمكم اخذ بمادة الخوارزميات، او حتى لو ما اخذته فلازم تكون n ماينس 1، يعني عدد النود اقل من واحد حتى ما تكون لي سايكل. اوكي، لما احكي سايكل عم بحكي عن دائرة، اوكي، فبالتالي انا هذا الاشي ما بدي اياه يكون موجود بالتري. هاي من شروط السبانينج تري. اوكي، احنا هون رح نتعلم كيف نحسب المينيمال سبانينج تري اللي هي باقل كوست ممكنه. ماشي، اوكي، نيجي لهذا المثال. اول شيء طبعا بيكون عاطينا الستارت بوينتس اللي هي الاي. اوكي، ببلش من الاي، بشوف ايش الادجز الموجودين عندي. في عندي 3، في عندي 2، في عندي 5، وفي عندي 4. اوكي، اللي هي بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه. بشوف وين اقل كوست، هل الاثنين او الاربعة او الخمسة. بلاحظ انه هون الاثنين هي اقل شيء. تمام. هلا انا انتبهوا هون كتير منيح، رح امحي كل الخطوط ونرجع نكتب من اول جديد عشان تكونوا كتير مركزين. هاي يعني اكتر من موضوع، اكتر من موضوع صراحة ممكن يخربط، بس سهل. اوكي، هلا شوفوا احنا هون من الـ A ايش الادجز المفتوحة عندي. في عندي 2، في عندي 5، وفي عندي 4. صح صح. هلا انا وصلت للـ B، فهون صفى في عندي ايش الادجز اللي صارت هلا متاحة اني انا available اني امشي عليها. صار عندي 7، في عندي 2، في عندي 5، وفي عندي 4 اللي هم من الاول اساسا مفتوحين. بنلاحظ هون انه اقل وحدة في الاربعة طرق هدول هي الـ 2 اللي هي عندي الـ B، فبحط خط هيك عند البي. اوكي، تمام. بعدين هلا نيجي للكرة الثالثة. هلا صار انا وصلت لدي، فايش الطرق الافيلبل عندي؟ صارت في عندي الخمسة والاربعة هدول من وقت ايه مفتوحين، وفي عندي السبعة اللي هي من وقت بي. وهلا لما اجيت انا عندي صرت بقدر اني انا اقطع من عند واحد، واقطع من عند اربعة، واقطع من عند ايش؟ من عند ثلاثة. ايش اقل وحدة منهم؟ الواحد، فبمشي عند الواحد بهذا الشكل. تمام. هلا بما اني صرت عند سي، فحط خط عند كل هدول اللي قبل، يعني انهم هدول افيلبل اني امشي عليهم، بالاضافه لطريقه جديده متاحه من قبل سي اللي هي الاربعه هاي. خليني امسح الاصفر هذا اللي عليهم كلهم عشان ما نخربطش. تمام، نرجع نحكي. صار في عندي هلا الاربعه اللي عند سي، في عندي الخطين اللي عند اي مفتوحين، وفي عندي تبعت الدي الاربعه والثلاثه، وفي عندي السبعه. بنلاحظ انه اقل وحده فيهم هي الثلاثه اللي موجوده عند دي، فبوصل بين دي واف اللي هي هاي اقل كوست. تمام تمام. بعدين بعد ما وصلت لاف صار في عندي كمان طريقين جداد اللي هو السبعه والواحد. ايش اقل واحد فيهم؟ واحد. طبعا انا لما اوصل لنود معينه مش بس بقارن بينها وبين اللي قبليها، انا بقارن بينها وبين كل النودز اللي قبل. يعني حتى لو كان في عندي مثلا هون الدي، لو كانت مثلا اقل من الطريقه الجديده باخذ من عند البي للاي. فهمتوا علي؟ فانا هون وين ما في عندي اقل كوست عشان اوصل من نود لنود تاني فانا باخذها. هلا بما اني انا وصلت لاي، فهون صفى في عندي طريقين بتوجهوا لجي. اوكي، اللي هم الخمسه والسبعه. ايش اقل شيء؟ الخمسه، فبوصل للخمسه. وانا هون وصلت للاند بوينت، فانا هيك وصلت. تعالوا نتاكد من الحل 100%. تمام تمام. هلا هذا بالنسبه للمينيمال سبانينج تري. اوكي، جبت لكم مثال ثاني عشان ناكد على الموضوع ونتاكد انه المعلومه ثبتت. تمام، رح ابدا بالستارت بوينت اللي هي من عند الواحد. في عنا 14، في عنا 9، وفي عندي 1. ايش اقل كوست؟ الواحد، باخذ الواحد. على فرضا اني بدي امشي من 1 لوين؟ ايش اكبر نود موجود عندي؟ بدي امشي ل6. حلو حلو ماشي. باجي من 1 ل2، هلا صار في عندي 9، صار في عندي 14، صار في عندي 10 افيلبل، صار في عندي 15. ايش اقل كوست؟ ال9، بمشي منها. اوكي،
تمام. نعتبر الspanning tree عبارة عن map، وين أقصر طريق منروح؟ حتى لو إنه أنا هاي مثلاً هذه النود خلص مريت عليها مش مشكلة، حتى لو في طريق بتوجه من إلها لنود تانية برجع باخده، لو إنه الأقل كوست عادي ما في مشكلة. تمام، هلأ شو صار في عندي؟ صار في عندي 14، في عندي 10، في عندي 15، وفي عندي بما أني وصلت لثلاثة فصرت بقدر أمشي من 2 وبقدر أمشي من 11، بمشي من شو؟ من 2 لأنها أقل وحدة. تمام. بعدين أنا وصلت هلأ لستة، فصار في عندي 9، صار في عندي 11، صار في عندي 15 و10 و14. إيش أقل وحدة؟ التسعة. بس خليني أمسح هدولة، مفروض أنا عم بحدد بلون تاني بس مش مشكلة معلش. إيش أقل وحدة؟ حكينا التسعة، بمشي منها. تمام؟ أوكي. بعدين هلأ أنا وصلت لوين؟ وصلت لخمسة. أوكي؟ هلأ نسيت أقولكم نقطة مهمة. هلأ أنا بدي أوصل، بدي أبدأ من واحد صح؟ صح. لازم أمر على كل النود، كل تمام معلش الألم طفى. لازم أمر على كل النود. أوكي، لازم أمر على واحد. هلأ أنا مش حكيت شو اسمه، بدي أمر عليهم كلهم، فلازم أمر على واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. هذا الإشي بناء على شو؟ من أي طريق أمشي حسب الأقل كوست. هيك حكينا القاعدة ماشي. برجع لهون بشوف، مشيت من 2 ومن 9. هلأ أوكي شو ضل عندي نود أنا ما مريت عليها؟ بلاحظ إنه ضل عندي الأربعة. أوكي، الأربعة في لها طريقين عشان أوصلها، في عندها الخمستاش، في عندها الحداش، وفي عندها الستة. إيش أقل شيء؟ الستة. باخذ هذا الطريق. نيجي نتأكد إن حالنا صح. يس هي صح. طبعا آخر إشي بعد ما تعملوا هذه التري الجديدة المكونة من الأقل كوست، الطرق الأقل كوست، تحسبوهم تجمعوا 6 9 2 9 و1، بطلع معاكم القيمة تاعت الspanning tree، هاي الأقل قيمة طبعا، وهيك بتكونوا حليتوا سؤال على المينيمم spanning tree.